السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو من وزارة التعليم العالي تعلن فتح باب التقديم على الجامعات والكليات للعام الدراسي الجديد ضمن القبول المباشر وليس المركزي. يعني وزارة التعليم تعلن فتح التقديم على اللي يريد يقدم على الجامعات والكليات، يعني يروح على دليل الطالب اللي نشرناها اليوم. دليل الطالب راح تلقى كل قسم بها على التقديم المباشر، وهذا الكليات هم نزلتن هنا المشمولة بالقبول المباشر: كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، كليات الفنون الجميلة وأقسام التربية الفنية، كليات اللغة الكردية والتركية، قسم رياض الأطفال، قسم التربية الأسرية في كلية التربية الأساسية، وكلية العلوم الإسلامية والفقه والدراسات القرآنية، وكلية الفنون التطبيقية جامعة تقنية الوسطى. هذني الكليات المشمولة بالقبول المركزي، وتقدر تروح على دليل الطالب نشرته بقناتي عتلي. وهنا عندنا نتائج اعتراض الصف الثالث المتوسط مديرية تربية ذي قار، النتائج المتغيرة 71 نتيجة. وقلنا الأسماء اللي ما مشمولة أو ما يعني مو بهذه القائمة يعني مطابقة. هذني هاي عيني هاي الأسماء مديرية التربية ذي قار. وهذه